ان لكل مواطن في بلادنا وجزء من اجزاء الوطن الغالي محل اهتمامي ورعايتي، ولا فرق بين مواطن واخر ولا بين منطقه واخرى. ونؤكد حرصنا على التصدي لاسباب الاختلاف ودواعي الفرقه والقضاء على كل ما من شانه تصنيف المجتمع ما يضر بالوحده الوطنيه. فابناء الوطن متساوين في الحقوق والواجبات. رسالة مباشرة بعث بها الملك سلمان في بداية عهده، وكل ما أتى بعدها كان بمثابة إجراء لتصديق الأقوال بالأفعال. الرسالة كانت واضحة ومباشرة، وتؤكد أن عهد الملك سلمان سيكون أكثر حزما إن خارجيا أو داخليا. مر إلى اليوم أقل من 50 يوما على خطاب الملك إلى الشعب، والحديث للقرارات قبل أن يكون لوسائل الإعلام إعفاء وتحقيق ومنع ثم عقاب. آخر من طالتهم قرارات الحزم كان الإداري الرياضي السابق الأمير ممدوح بن عبد الرحمن آل سعود، الذي أساء إلى أحد الصحفيين في برنامج تلفزيوني بمفردة عنصرية. ما اسمه الأمير ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود، عضو شرف نادي النصر. سمو الأمير حياك الله. يا هلا وسهلا، مساك الله بالنور. مساك الله بالخير. مرسي عليك وعلى جميع الأخوة المشاهدين والأخوة اللي حاضرين عندك سواء في الاستديو أو في جدة. يعني احنا الان في المملكه العربيه السعوديه، وانا سؤالي للجميع، يعني للاخ لك اخ بدر او للاخ خالد او للاخ عدنان او اي سواء، احنا في المملكه العربيه السعوديه الان، هل من الممكن ان احنا نطلب تاريخنا او ننظر لتاريخنا ونشوف الناظر مثلا احد مثلا من الهند ان يتكلم عن التاريخ السعودي مثلا؟ اعتقد يعني في فرق كبير، يعني او نجيب واحد من الطرش او كذا ويتكلم عن الرياضة السعودية. هل الرياضة السعودية نتركها لأهلها، نترك التاريخ لأهله، نترك التاريخ للوثائق للمستندات، ولا نتركها للأهواء؟ ليأتي القرار بمنع من العمل في الرياضة وتغييب عن وسائل الإعلام الخاصة منها والعامة، ويتذيل القرار توقيع سلمان بن عبد العزيز. طيب، أول شيء أقول للأمير ممدوح، حقيقة يعني ما صدر منك بالأمس يعني عيب 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 بكل أمانة. يعني يمكن كنا نسمع هذا الشيء من البعض، يعني بعض ما تقدر تذكر إيش يعني هذا فين ولا فين مسؤول، ولا ناس ما تعرفهم في تويتر في مواقع معينة، أو حتى بعض ما يطلق عليهم إعلاميون. ويمكن مسكين الأستاذ عدنان جستنية، يعني الله يحفظه ويخليه، ما هو مسكين، بس أقصد يعني أنه جاية فيه كم مرة. يعني دورة الخليج تذكر، يمكن لاحظنا الفاء الماضية واحد كان متصل من الإعلاميين، ناسي اسمه حقيقة، أيضا وصفه بوصف المالكي. ومرت مرور الكرام، نعم المالكي. المصيبة هذه أنه الأمور بتمر مرور الكرام، ترى هذه جرائم. أنا الموضوع هذا الآن ما فعله الأمير ممدوح جريمة دينية، جريمة وطنية، جريمة اجتماعية، وطبعا كلها تندرج أخلاقية دينية. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ترى أبو جود، أنا بتكلم الآن مش الأمير ممدوح، طبعا الأمير ممدوح يمكن يعني بما أنه أمير أيضا، ترى يلام أكثر. يعني أنت جلست مع عمر، الأستاذ عبد الوهاب، كل الناس جلست مع عمر كبار، ترى ما يتكلموا بهذه الأمور ولا يحبوا هذه الأمور. صحيح. الآن الأمير ممدوح اللي أتكلم فيه هذا، أتمنى أن يكون عقابه مختلف. بمعنى أنا أتكلم على الدينية، ذكرت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش إن أكرمكم عند الله السعودي أو القبيلي أو فلان. إحنا الآن سعوديين ونتشرف إننا سعوديين، نحمد الله إن ربنا عزنا بهذه الحكومة الرشيدة من فضله تعالى يعني. ولكن ترى سعودي ما تدخلنا الجنة، اللي يدخلنا الجنة عملنا. إذا كونك يا فلان أنت أو فلان، أنت في البيت يا أب، أنت في يا مدرس، أنت يا أم، أنت كذا الأخ، ترى الأمر هذا للأسف متفشي في بعض الأماكن بصورة كبيرة. يعني أنا أسمع هذا، خل عنك خضيري ما أدري وش هو، أسمع أشياء يعني بكل أمانة. أنا ما تعرفني أبو جود، ما أحب أتكلم كذا بسطحيات، لا أحب أدخل في الأمور، أحب أدخل في الأمور عشان هذه لازم تتعالج، يجب أن تعالج الوطنيا كبلد مملكة عربية السعودية. في الدستور السعودي المادة 12 كل ما ذكره الأمير ممدوح مجرم في الدستور السعودي. ما تكلم لائحة الانضباط في كرة القدم، الموضوع أكبر من كذا بكثير. إيش أنا نفسي أعرف إيش يعني طرش، يعني المعنى اللغوي طرش، يعني نفسي أعرف هذه الكلمة بكل أمانة. يعني شيء مخجل
وشيء بحقيقة يجب أن نتوقف عنه، والتربية في البيوت قبل ما تكون في أماكن أخرى. أدخل لموضوع ثاني يا رجل، الرسول الأمة سيدنا بلال، هذا الرجل يقول أسمع خشخش عليه في الجنة. قصة سيدنا بلال أسلم بها كثيرون الآلاف بل مئات الآلاف. أنا أذكر من ضمن الأشياء ربنا أكرمني أنه لاعبين في الوحدة مروا على الوحدة فارقة أسلموا بقصة سيدنا بلال. يعني الأمر الخطير بوجود أيضا أنه البعض الآن في أماكن كثيرة مثل مواقع التواصل وأماكن أخرى يقول طيب فلان قال هذه ترى سابقة خطيرة، ترى هذه فلان قال مش زي فلان، طب أجلت له مباراة، فلانة أجلت له مباراة. هذه طبعا عندنا للأسف نغمة متداولة. هذا الموضوع أتمنى من ولاة الأمر أن يعاقب أول شيء الأمير ممدوح كأمير. أنت مفروض تكون أكثر منا حرصا. صحيح كلنا مواطنين في هذا البلد، ولكن في ولاة الأمر كله تقدير، ولكن كأمير يجب أن يحاسب كأمير، لي يعني عقابه أكثر من مواطن عادي يتحدث بهذه اللغة بهذه الكلام المنتن. يعني في النهاية يعني الأستاذ عدنان أو أي أحد آخر يمثلنا كلنا، وكلنا إخوان وكلنا أحبة، ولكن هذا الموضوع من خلال برنامجك يجب أن ينتهي تماما ويتوقف تماما. أنا عجبتني لك، معلش أنت بتقول طيب عشان أفصل. اليوم شفت لك تغريدة أنه يجب أن يتغير الحال، الإعلام والما إلى ذلك. نعم يجب أن يتدخل كل من له صفة. ترى الموضوع الدنيا مفلوتة. صحيح. بكل أمانة الدنيا مفلوتة، يجب أن تمسك وتقبض يتغير. ما في مشكلة ترى لو أبعدت جيل ما تكمل جيل كامل. صحيح. جيل كامل. صحيح. ولكن الجيل اللي قاعد يغذي الناس بأشياء سيئة للأسف يمنع منعا باتا من الظهور أو ما إلى ذلك. وربنا يعيننا ويساعدنا في هذا البلد ويخلينا دائما مترابطين كما يحب ولاة أمرنا.